السلام عليكم. اليوم نروحوا البلدية زيرالدا لنقف على أشغال تاع التجهيز نتاع المستشفى الجديد نتاع زيرالدا اللي يتسع ل 120 سرير، وهو مختص في الطب الاستعجالي الجراحي الاستعجالي. وللعلم أنه هذا المستشفى الجديد الذي تم الانتهاء الأشغال منه هذه مدة سنة، والآن رانا في مرحلة التجهيز، وهو في يعني من ناحية جغرافية لا يبتعد كثير حتى على المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله إلا بثلاث كيلومترات يعني على المدينة الجديدة، لكن الطريق ما زالت ضيقة وقديمة. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى بكل أعماق قلبي أن الدولة تبادر وتسارع لتوسيع الطريق اللي ما بين المستشفى هذا والمدينة تاع سيدي عبد الله، وكذلك نفس الطريق هذا اللي هو يعتبر منفذ الى طريق السيار نتاع بن عكنون. اذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، واناشد السلطات ان يبادروا الى توسيع هذا الطريق الذي يربط هذا المستشفى بالمدينه الجديده تاع سيدي عبد الله، وان شاء الله العمليه تاع التجهيز تتم في اسرع وقت ليتم الاستغلال تاع المستشفى هذا يعني الساكنه تاع المدينه الجديده والمدينه وكذلك تاع زيرالدا اللي راهم ابس الحاجه الى مثل هذه الخدمات الصحيه. نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.